أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة. أنت شرفنا يا فندم في محور جهان السادات. المحور ده يا فندم بيربط بين مناطق شمال وغرب القاهرة وحتى مناطق شرق القاهرة. المحور ده يا فندم أهميته يا فندم إن هو دلوقتي بيربط بين مناطق شمال وغرب القاهرة وحتى القاهرة الجديدة ثم العاصمة الإدارية. المحور ده مكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى يا فندم تنفيذ وزارة الإسكان، دي اللي سيادتك مريت عليها دلوقتي يا فندم، حتى من أول ميدان تاكي وحتى محور المشير طنطاوي. المرحلة اللي احنا فيها يا فندم لساتك مشرفنا فيها هي المرحلة الثانية، تنفيذ الهيئة الهندسية بطول 2.6 كيلو فندم، وبتربطنا من محور المشير طنطاوي وحتى شارع ذاكر حسين ثم محور المساق. محور الشهيدة فندم اللي احنا فوقيه دلوقتي يا فندم تم توسعته بطول 2 كيلو بحيث يبقى 5 حارة مرورية لكل اتجاه. محور يا فندم المساق اللي ربطنا عليه يا فندم تم تحرير الحركة فيه برضو عشان نوصل لحد الدايري عند كوبري الفوتين عن طريق إنشاء 3 كوبري حر عشان نوصل لحد كوبري الفوتين ثم القاهرة الجديدة. سيادتك يا فندم صدقت إن احنا دلوقتي نعمل 3 كباري في القاهرة الجديدة في محور السادات في تقاطعه مع مصطفى كامل وتقاطعه مع شارع 90 وتقاطعه مع المحور نجيب محفوظ، بحيث ان احنا ال3 محاور دول يوصلونا لحد العاصمه الاداريه الدائري الاوسطي للربط مع المحافظات. وبكده يا فندم هنبقى قللنا زمن الرحله من محاور من شمال وغرب القاهره حتى شرق القاهره وحتى العاصمه الاداريه لتقليل التلوث وتقليل استهلاك الوقود يا فندم. احنا فاضل ايه؟ هنبدأ نعمل الطبقة السطحية بحيث نربط كل المحاور السطحية اللي تحت الكوبري يا فندم. الكوبري ده يا فندم كان فيه تحديات كبيرة قابلتنا. أولا يا فندم القطاع الأولاني فيه كان فيه تربة صخرية شديدة جدا، ودي منطقة معروفة في الجبل الأحمر، والحمد لله تجاوزناها بدون خلص. الحمد لله يا فندم خلص. المنطقة الثانية فندم كان عندنا منطقة مخلفات كبيرة بطول 400 متر من المحور، ودي كان يا فندم كان ليها كذا حل صعب ممكن نحله. احنا الحمد لله اخترنا الحل الأصعب والأأمن ان احنا قدرنا نتجاوزها بان احنا نفذنا أساسات عميقة بحيث ان الحمد لله عدينا برضو المرحلة دي يا فندم بأمان. يعني المرحلة الثالثة مسار المونوريل بيعدي يا فندم من تحت من ذاكر حسين ثم مروره بشارع الخليفة الظافر، فكنت انا نسقنا فندم مع الهيئة القومية للأنفاق بحيث يا فندم ان احنا الحمد لله قدرنا نحقق الارتفاع الآمن اللي يأمن مسار المونوريل وتأمين أماكن الأعمدة. ده اللي أخركوا شوية. بالظبط يا فندم، الحمد لله لحد يا فندم هم نفذوا أعمالهم في القطاع بتاعنا، واحنا الحمد لله خلصنا زي ما وعدنا سيادتك وطلعنا بالطبقة الرابطة الاسفلت فوق الكوبري. كان فيها فندم 42 محل ورش سمكارة ودوكو. محافظة القاهرة فندم وفرت لهم مكان بديل وامن وحضاري في منطقه كرم الزغل عندي. بالظبط يا فندم عند مسجد ابو المكارم، والحمد لله فندم الناس استلمت وخدت التعويض على طول، والحمد لله احنا على طول ازلنا المحلات واشتغلنا خلاص فندم، والحمد لله كملنا الكوبري. التحدي الاخير وكان دايما بيقابلنا في كل اعمالنا ان منطقه الحي السابع ومنطقه الخليفه الظافر بعد ما شلنا المحلات كان في مرافق كتيرة واجب فندم طبقا لأوامر سيادتك ان احنا بنعمل دايما احلال وتجديد ليها على كان من ضمن خطوط صرف جديدة. يعني بالظبط يا فندم، والحمد لله فندم تمت بنجاح. طبعا فندم برضو احنا كنا مرينا في فوق منطقة الجبل الأحمر، كانت دي منطقة ذات طبيعة خاصة فندم، الحمد لله فندم قدرنا نتجاوز المحلات بدون ما اتخذ جميع اجراءات الامن يا فندم المطلوبة. شكرا. بشكركم صحيح، لان حد كان يصدق ان احنا يعني نشق الجبل كده عشان نعمل محور زي ده فندم؟ احنا هنا فندم في الاسمرات واللي بيربط من الطريق الداعم وحتى محور الشهيد. عندنا هنا فندم عباره عن 3 طرق، في طريق فندم هيطلع لحد الاسمرات فوق، وده فرق الارتفاع حوالي وصل 80 متر من الدايري لحد اعلى الاسمرات، والطريق الثاني يا فندم اللي هو جاي من الاسمرات وهيربط على محور الشهيد. وجينا تحدي كبير هنا فندم في شق الصخور جبل المقطم بعد ما خلصنا الطريق، لقينا هنا فندم بعض العوائق زي نسح في المياه، ممكن مبين ورا سيادتك ان في نسح في المياه، فاضطرينا قطعنا الجبل بمسافه ازيد عشان نقدر نبعد المياه دي عن مشكله الطريق، لان ظهر عروق طفليه بعد الصخر بعد ما قطعنا الارتفاع ده كله، ظهر العروق الطفليه اللي قدام سيادتك ده يا فندم وعملت نسح مياه، فاضطرينا نفتح العروض، وده يمكن اللي طول معانا مده المشروع شويه بقى. كنت قلنا ان احنا هنعدي الطريق المحور مش كده؟ امتى ان شاء الله فندم؟ بدات اعمال الجسات والانشاءات، ابتدت في اعمال الجسات والانشاءات وابتدت اطقم تنفيذ، نزلت الناحيه الثانيه فندم من الدايري وجاري العمل فيه دلوقتي فندم. ان ينقل المنطقه دي نقله كبيره جدا المحور اللي احنا بنتكلم عليه ده مش كده؟ تمام. طيب احنا فضلنا قد ايه؟ باذن الله فندم تخلى
لغايه شهر 10 ان شاء الله تكون مخلصين باذن الله. حتى النفايين دول باذن الله. طب انا بس وانا طالع حسيت ان في جرف يعني تحت، مباني تحت. تمام. انت لازم تامنوا الطريق وتحط له نيوجيرسي ولا حاجه قوي لا قدر الله حد بيسوق ولا حاجه كده. طيب حاجه تاني هنا؟ تحسوا الحاجه؟ شكرا. ده انا اللي بشكرك. اشكر الناس اللي شغاله وبطل خير. متشكرين. المنطقة دي كلها يخدم عليها منطقة الانتظار اللي بيعاد تأهيل المنطقة كلها كميدان عشان تتواكب مع التطوير اللي احنا بنعمله في المنطقة دي مع الهب الكبير اللي بيتعمل. طريق الدايري يا فندم طوله 106 كيلو، القطاع العرض الحالي ليه 4 حارات لكل اتجاه، بنوسعه يا فندم وبنطوره طبقا لأحجام المرور العالية اللي عليه، لأن هو بيخدم أكبر 3 محافظات حركة مرورية وكثافة سكانية في مصر، القاهرة والجيزة والأليوبية. في القطاع الأولاني اللي بيبتدي من تقاطع الطريق الدايري مع الأوتوستراد مرورا بالقاهرة الجديدة والتجمع وصولا إلى محور الفريق سعد الدين الشاذلي، يسبب سيولة مرورية في القطاع ده بالكامل، وبناء عليه وطبقا للدراسة المرورية كملنا في القطاعين التاليين ليه. القطاع الجنوبي يا فندم بيبتدي من تقاطع الطريق الدايري مع محور المريوطية وصولا مرورا بكوبري المنيب وصولا لتقاطع الأوتوستراد بطول 12 كيلو متر. القطاع ده كان عليه 213 ألف مركبة يوميا، وده رقم كبير جدا مش موجود على أي طريق أو قطاع طريق في مصر. وبناء عليه بنوسع من 4 حارات إلى 7 حارة، وكوبري المنيب يا فندم اللي حضرتك شرفتنا عليه من شهرين بنوسعه ل8 حارة بحيث إن هو يخدم الكثافات في تقاطع البحر الأعظم والمعادي. تمام. اللي هو المحور ده، محور الزمر ده إمتى؟ نهاية السنة يا فندم إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. نفع السلام عبارة عن اتجاهين، كل اتجاه 4 حارات. القادم من المدن الجديده رايح اتجاه اسكندريه الزراعي كان 4 حارات، والاتجاه الثاني كان 4 حارات للقادم من اسكندريه الزراعي والمرج اتجاه المدن الجديده والمعادي. فتم التخطيط من قبل الهيئه ان احنا نعمل كوبري عباره عن 7 حارات بعرض 30 متر ياخد القادم كله من المدن الجديده والمعادي متقدم ده اتجاه اسكندريه الزراعي بفضل الله. انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا فندم. ليكم تحدي كبير. لا انا مش بكلم في التحديات. انا بتكلم في حجم الاعمال الصناعيه اللي بنعملها في القاهره عشان نعمل حركه حقيقيه انسيابيه في المرور في بعد كل النمو اللي حصل فيها. جميل. احنا بنتكلم في مئات الاعمال الصناعيه. صح. الكباري والمحاور اللي تم عملها، وده امر بصراحه انا بوجه لكم انتوا والهيئه الهندسيه وكل العاملين في قطاع الطرق والكباري. جميل. كل التقدير والاحترام على اللي انتوا عملتوه، واحنا كل الكلام ده بنقول عليه ان شاء الله. باذن الله كده ان شاء الله. طيب شكري تحت امرك يا فندم.